طيب هذا جزء إذن مختصر من بيان التوافق على المناصب السيادية. يعني أنا ركزت مع المؤتمر بشكل كامل حتى في بوزنيقة دكتور الياس، حاولت أفهم يعني كأنه الأمور غير مفهومة بشكل جيد. شو رأيك تبسط لنا وللمشاهد الكريم ما تم التوافق عليه؟ لاحظ أن هناك أجندة واضحة في عملية توزيع المناصب السيادية، وخاصة بتعلق لو رأيت مصرف ليبيا المركزي، وأيضا فيما يتعلق بالمناصب الأخرى تسعى يسعى إقليم برقة لكسبها، بمعنى أن هناك أو مؤسسة النفط عفوا تسعى إقليم برقة إنجاز تسويتها هنا بأن تكون من حصة إقليم برقة، وهذا يعطيك مؤشر بأن هناك لا أريد أن يكون هناك تخوف من الطرف الآخر، ولكن عدم مصداقية بأن يكون هناك مؤسسات واحدة للدولة الليبية وتكون خليط من الشعب الليبي. نحن لا نريد توزيع جغرافي أو محاصصة قبلية، بل نريد توزيع المناصب تشمل كافة الأراضي الليبية. صحيح أن هناك تداول السلطة أو تولي المناصب السيادية على أشخاص معينة، أي حتى في النظام السابق تعودت عليه ليبيا، ولكن ينبغي الآن التركيز على الكفاءات والتقنيات الموجودين في ليبيا. لما لا أن تكون هناك حكومة مشكلة من كافة أنحاء ليبيا من الشمال والشرق والجنوب والغرب، وأيضا بدون توزيع قبلي أو اجتماعي، هذه حصة من وهذه حصة من، ولكن للأسف هذه النظرة الضيقة لا تبني الدولة أو الدولة المدنية التي نسعى إليها، بل يجب علينا ترسيخ مفهوم الديمقراطية حتى لو كنا على خلاف وعلى انقسام شديد وتشدي. وبالتالي هذا يعطيك مؤشر بأن هذه الرؤية في عملية توزيع المحاصصة بين الأقاليم الثلاثة سيستمر عليها فيما بعد، وتصبح سنة حميدة بين قوسين في السلطات أو ما بعد التصويت على الدستور. إذن هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، عندما ينتقل المصرف ليبيا المركزي إلى المنطقة الشرقية، وهنا التخوف من عدم المصداقية في عملية إدارة الأموال الدولة الليبية، وخاصة أن الآن اليوم قام حفظا بقفل المياه الحريقة في تصدير النفط. نعم نعم، نحن الآن في معزق آخر، ويدق حفتر مسمار لعدم التقدم نحو الحوار السياسي، وفي نفس الوقت عدم المصداقية في عملية الحوار والوصول إلى حل سلمي توافقي لإنقاذ الدولة الليبية. عندما تتقدم الخطوات إلى الأمام لتحقيق الحوار، نجد حفتر يظهر في الخط ويحاول عرقلة هذه المسيرة. بالمقابل أيضا حتى لجنة الحوار وخاصة أعضاء المنطقة الشرقية، بعض منهم هنا حتى لا أظلم الكل، يعتبرون بأوامر حفتر يحاولون عرقلة كل ما هو يسير إلى نحو انفراج الأزمة الليبية، ويحاولون الضغط على لجنة الحوار وفرض أجندة معينة. وهنا توقعوا الطرف الآخر أي المنطقة الشرقية، توقعوا من طرف المنطقة الجنوبية والغربية أن يرفضوا تولي أو تحويل مصرف النفط وأيضا مصرف المركزي إلى المنطقة الشرقية، ولكن هنا المنطقة الغربية والجنوبية رأوا أن يكون هناك براح أن تكون هذه المؤسستين النفط والمصرف المركزي في المنطقة الشرقية، وهذا يعطيك مؤشر بأن هناك حسن نية في اللجنة المقابلة أي المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية. هل هذا دكتور يعني دكتور هل هذا يعني بأن ما تم في بوزنيقة يفتح الباب أمام التوافق السياسي بشكل شبه دائم في المرحلة المنظورة على الأقل؟
أريد أن أكون متشائما إلى حد ما، ولكن شو اللي خايف منه دكتور؟ مما تخشاه؟ هنا هذه الحوارات نحن نسعى إلى أن يكون هناك حوار بين الأطراف الليبية، ولا نريد استمرار الأزمة الليبية. الشعب الليبي الآن عانى الكثير من الانشقاق وأيضا من الازدواجية في القرارات، وحتى وصلت إلى المواطن البسيط، يعني لا أصبح المواطن يعاني حتى من كسب قوته والحصول على راتبه والحصول على الطاقة الكهربائية. ولكن التخوف هنا، هل الطرف الآخر فعلا يريد الحل الأزمة الليبية أو يحاول كسب الوقت وتنفيذ أجندة أخرى متعلقة بالعدوان أو تجديد العدوان على مدينة طرابلس، وأيضا الانقضاض على السلطة من جديد، حيث أن المؤشرات العسكرية الآن وخاصة بتعلق بالاتفاق المسار السياسي وأيضا نشط 5+5 قالوا بالحرف الواحد الانسحاب المرتزقة خلال 90 يوما. الآن انتهى أمس، انتهى فترة 90 يوما، هل نمدد تمديد آخر 90 يوما أخرى و90 أخرى يوم أخرى؟ وهذا يعطيك مؤشر بأن عدم وجود رؤية واضحة للأطراف المتحاورة في الأزمة الليبية.